مسلسل السيارات المفخخة دخل بقوة يوميات الحرب السورية، فبعد تفجيري الأحد عند مدخل ساحة الأمويين في دمشق، واللذين تسببا بوقف بث التلفزيون الإخبارية السورية المجاور ولم يسفرا عن ضحايا، وقع تفجير ثالث بسيارة مفخخة أودت بعشرات المدنيين في محافظة إدلب وتحديدا في بلدة دركوش الحدودية مع تركيا والتي تسيطر عليها المعارضة. تفضل أقصى. نعم. وكان تفجيرا ساحة الأمويين ظهرا على الهواء في النقل المباشر للقناة العراقية أثناء مقابلة من دمشق مع المحلل السياسي السوري حسام شعيب مساء الأحد. في سياق منفصل أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ثلاثة من موظفيها الستة الذين خطفوا في سوريا أطلق سراحهم مع زميلهم من الهلال الأحمر السوري، وهي تنتظر إطلاق المسعفين الثلاثة الآخرين. وقد حمل المرصد السوري مقاتلين إسلاميين متطرفين تابعين لداعش مسؤولية خطف عناصر الصليب الأحمر. وفي ملف تفكيك الترسانة الكيماوية، اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرارا قضى بتعيين رئيسة جديدة للبعثة الدولية المشتركة المكلفة تدمير الترسانة السورية، وهي الهولندية ساجريت كاج.